ياسر البنداري، خبرة تزيد عن 35 عاماً في الإدارة والتسويق وتطوير الأعمال بمختلف الصناعات، مؤسس وشريك في منصة ديسكو لتحليل بيانات المستهلكين وسلوك العملاء، شريك مؤسس ومستشار استراتيجية التسويق في On The Run، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Update for Integrated Business لتحليل بيانات السوق، مؤسس وشريك في Moms Food، أول علامة تجارية مصرية لتصدير المنتجات الغذائية للخارج. مهندس ياسر، يا مرحب ومنورنا، ومبسوطين جدا ان حضرتك معانا النهارده في شغل عالي. سعيد بلقائك يا دين. بقالنا كتير بنرتب اللقاء ده ومبسوطين ومتابعين الاب بالمناسبه يا جماعه اسمه ديسكو. واحنا النهارده بنتكلم عن واحده من الحاجات اللي يعني بتاخد جزء من الميزانيه، المجوهرات والشغلانه والمهنه الجوهرجي. كان عندنا سؤال بقى مش بس عن الانفاق في حاجه رفاهيه وكماليات، لكن كمان عن السلوك الإنفاقي بشكل عام. كل ما نتكلم عن صرف الفلوس بيبقى عندنا الهاجس كده بتاع استخدام الفلوس بطريقة خلينا نقول واعية. ديسكو بيقدم إيه لفكرة النفقات وإدارة النفقات؟ ميرسي ليكي مبدئيا، وسعيد أن أنا معاكي. خلينا نتكلم في ما يطلق عليه البيزنس موديل بتاع ديسكو. فكرته إيه؟ ديسكو اختصار كلمة بالإنجليزي discount and cash back on everything، يعني خصومات وكاش باك. كاش باك اللي ما يعرفش كاش باك يعني شوية فلوس بترجع لك من المصاريف اللي انت بتصرفيها. فديسكو معني في الأساس بمعرفة سلوك المستهلك. يعني ايه سلوك المستهلك؟ بيحب ايه وما بيحبش ايه في مناحي حياته كلها. يعني دينا مثلا بتحب الأكل الهيلثي، بتحب البرجر ولا بتحب السمك المشوي؟ لما بتجيب جوليري، والحلقة about jewelry، بتجيب دايموند ولا بتجيب ذهب أحمر ولا ذهب أصفر؟ مش ده يخوف؟ يعني يخاف على اختراق الخصوصية؟ يعني هل كل المعلومات اللي عندي دي، أنا شخصيا واحدة من الناس بشوف مثلا يعني أنا ما عنديش حاجة أخبيها، يعني ما يعرف الفيسبوك أنا عايز أكل إيه النهاردة، إيه المشكلة يعني؟ يفرق مع إن أنا بحب الجبنة البراميل من الجبنة يعني أنا ما أعرفش ليه الناس بتخاف، بس أقصد الناس بتخاف من الحكاية دي، من أي حاجة حضرتك تقول لي فيها تحليل بيانات. تمام. فأكيد عندكم لوجيك ليها. عندنا لوجيك طبعًا. والليفل أوف الأمان أو السكيورتي بقى كل يوم بيتقدم بشكل كبير. أنا ما ببقاش عارف إن دينا بعينها هي اللي بتحب اللبن خالي الدسم ولا اللبن كامل الدسم. أنت بالنسبة لي كود رقم. فإحنا عندنا الديتا تحت ما يطلق عليه إن الديتا مبهمة ومشفرة. هذه المجموعة من العملاء بيحبوا ده، بيحبوا الكلام ده، والناس دي ساكنة فين؟ حلوة كمان. والناس دول بيحبوا الفضة، والناس دول بيحبوا الذهب مثلا. واحنا متطابقين مع قانون سرية المعلومات المصري بتاع سنة 2020، ومع قانون سرية المعلومات الشخصية بتاع الاتحاد الأوروبي. وده حلو، يعني انا عندي التطبيق فبعمل ايه عشان استفيد من العروض بقى، الفلوس اللي ترجع لي على المشتريات بتاعتي، بعمل ايه؟ نرجع لفكرة البيزنس موديل بتاع ديسكو، ان انا بعرف الكلام ده منين. انا اسمه عجبني. حلو، هو جميل فرفوش كده يعني. فرفوش، ما هو برنامج فرفوش بقى. الفكرة إن إحنا عن طريق إن أنا بديكي مجموعة من الحوافز اللي على أساسها بشجعك، بقولك إيه يا دينا، لما تشتري أي حاجة لو سمحتي اطلبي الريسيت اللي أنت بتشتري بيه الحاجة، وبعد ما تطلبي لو سمحتي يا دينا صوري على الأب من جوه الأب. حلوة. وتفر شكل الريسيت، يعني إيه؟ إذا كان الريسيت ده بيبر ريسيت لو روحتي سوبر ماركت، أو إيفن ديجيتال ريسيت، يعني انت لو خدتي مثلا طلبتي اي حاجه فاتورة من الشركات اللي بتجيلك من على النت بتطلبي بيها الاكل ده، فبيجيلك بيبر ريسيت. فانت كل اللي بتعمليه في ديسكو انك بتاخدي سكرين شوت من الكلام. احنا بنخش بتكنولوجيا بتاعه الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي ده له افرع كتير. احنا تقريبا مستخدمين معظم الافرع بتاعه الذكاء الاصطناعي، فبعرف اقرا ريسيت، حتى لو ريسيت مكتوب من عند عم احمد البقال، عند عم احمد البقال فعلا من البراند الكبير بجد؟ اي حاجه. واحنا بفضل من ربنا عندنا مجموعه من الشباب قدرنا نعمل حاجه ما نجحش فيها كبريات الشركات العالميه في مجال التكنولوجيا، الا وهي ان انا اعرف من اي كاميرا موبايل اصور الريسيت ده، واعرف اقراه
وخصوصا باللغة العربية. يبقى أول حاجة إن أنا بعرف أقرأ الكلام بالظبط، تاني حاجة إن أنا بفهمه. عايزة كمان أقرب للناس الفكرة، يعني معظم التطبيقات أو معظم الحاجات الموجودة عبارة عن كود بيقابل كود، يعني اللبن هو مكتوب ملك يبقى فيه في القائمة عنده هو اللبن ده موجود كتير. بس واضح إنه حضرتك اللي حاليا ده بيحصل إنه حضرتك بتخلق قاعدة البيانات دي باللغة العربية، أنا فاهمة صح؟ احنا مش بنخلقها بمعنى كلمه بنخلقها، احنا بنعملها حاجه اسمها مابينج، وفي في علم الذكاء الاصطناعي حاجه اسمها NLP نيورال لانجويج بروسيسنج. يعني ايه اللي يقول لي ان محل سوبر ماركت كاتب لبن 1 لتر لبن خالي الدسم ماركت كذا، فده في علم ورا الكلام. بنبتدي نعمل علاقات ما بين المنتجات بينها وبين بعضها عشان اعرف شخصيه الكود ده. يعني حضرتك جبتي لبن خالي الدسم وبعد كده جبتي شوفان وبعد كده جبتي افوكادو من تجار مختلفين، ده يبقى كده هذا الكود، الكود ده هيلثي بيرسون. حلو، لكن المستخدم ازاي يستفيد من كل البيانات دي بطريقه ترجع عليه هو بفايده تسهل حياتي في ايه؟ تمام، انه الاب ده عارف عني كل المعلومات. تمام، تاني انا مش عارف عنك انت كديم، عارف انا عارف سلوكي. ان الكود ده ماشي، فسريه معلومات حضرتك الشخصيه، دينا اللي عندها كام سنه، الفيميل اللي ساكنه في الحته الفلانيه دي، انا لا تعنيني في حاجه. انا تحت بند ما يطلق عليه باللغه الانجليزيه نو يو مور سيرف يو بيتر، كل ما اعرفك اكتر اخدمك اقدر أحسن. اخدمك احسن. طب اخدمك ازاي؟ انا النهارده مش عرفت ان انت او الكود ده هيلثي بيرسون وبيحب النوع الفلاني من اللبن خالي الدسم وبيحب النوع الفلاني من الاوتس، فانا هاجي اقول له ايه؟ على فكره يا كود ده انت في المحل الفلاني عامل عرض على اللبن اللي انت بتحبه، فانا عملت لك ايه؟ وفرت لك في فلوسك. حلو قوي. قيسي بقى على كل حاجه، يعني مديني الاكل ده كاكزامبل عرض، هاخد فلوسي مره ثانيه مش كده؟ اول حاجه ان انا بوفر لك في الفلوس، تمام؟ ثاني حاجه ان انا عشان انا اشجعك انك تعملي الكلام ده بقول لك ايه من الاسم ذات نفسه، ديسكاونت، ما انا قلت لك على الاوفرات، ان كاش باك اون ايفريثينج، فانا بديكي كاش باك على كل جنيه بتصرفيه. احيانا واحد وهو بيصرف كده، ودي حاجه اكيد فكرته فيها، بيجي له حاله كده من الذنب الاجتماعي. تمام، انا بصرف واشتري مثلا اكل قد كده وانا غيري مش قادر يعمل كده، انا مش قادر اوصل، انا بشتري لبس، انا بشتري بسافر، انا بصرف، فطرق الانفاق دي هل كمان عندكم حلول ان انا وانا بصرف كده اقدر جزء من المصاريف بتاعتي دي تتوظف في حاجه انا برضو بحبها بما انه حللت سلوك المستخدم ده؟ تمام، ده جزء اصيل في فكره الابلكيشن. في حاجتين، اول حاجه انا بقول لك انت صرفتي قد ايه بدايه، علشان ما يجيلكيش هذا الاحساس بالذنب. فانا بقول لك انت صرفتي الشهر اللي فات 10 قروش ولا 8 قروش ولا 6 قروش وجالك كاش باك عليهم المبلغ الفلاني، فاحنا عندنا في ديسكو عندك زي حصالك، فانت بقى في حصالتك زي الحصاله بتاعتنا بتاعت زمان اللي كنا نجيب برطمان كده ونقطع الغطا ونحط فيه الفلوس اللي معانا، فانت عندك بقى الحصاله بتاعتك النهارده فيها قد ايه يا دينا؟ فيها 50 جنيه سي، بقى عندك 50 جنيه، طب ما تيجي بقى يا اما تصرفي ال 50 جنيه دول، واحنا عندنا ميزه انك يكون تقدري تصرفيهم كاش، طب ما تيجي تتبرعي بيهم بقى يا دينا لحاجه كويسه، انت ممكن برضو تحولي نقط البوينتس بتاعتك الفلوس دي من عميل للتاني. يعني فين انت عندك ديسكو وعندك حد انت شايفه ان هو ايه يستحق الكاش باك ده وعنده ديسكو، فتحوليها له في رصيده على طول مباشره. حلوه، كفرد. فانت بتحولي لجهه او تقدري تحولي لشخص. الشخص بياخد فلوسه دي ازاي؟ تروحي لاي حد عنده مكنه من مكنات الدفع دي تقولي له انا عندي الكلام ده، ان احنا متفقين مع الشركات دي كلها، فيروح فاتح الدرج كده مديك ال 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه واتسوف، او لا وانت قاعده في مكانك نزلها لي في المحفظه الالكترونيه بتاعتي عند اي شركه من شركات المحمول او اي محفظه الكترونيه تبع البنوك برضه. عندي سؤال، اذا كان تحليل البيانات قد كده مفيد جدا والمعلومات دي طول الوقت احنا بنقول اللي عنده المعلومه فهو عنده قوه، تمام، الى اي مدى المعلومات دي ممكن تفيد مؤسسات، شركات بحث سلوك مستهلك؟ يعني اقصد المعلومات دي مين المستفيد الاكبر منها؟ ده الهدف من احنا في الاخر مشروع هادف للربح،
فاحنا بنجيب، احنا حاليا بنطلع الكاش باك ده من عندنا. تمام. طب احنا هنجيب الفلوس دي منين، او احنا ايه اللي هيعود علينا كشركة؟ لازم لازم يبقى في قيمه. لازم احنا فاحنا بنطلع لشركات، تحديدا شركات ابحاث السوق، اتجاهات السوق. فبنطلع ريبورتات، وفي شركات عالميه في هذا المجال بتطلع ريبورتات دوريه، يعني يقول لك مثلا استهلاك مصر مثلا من التفاح قد ايه. احنا عندنا ميزه نسبيه كبيره جدا، ان احنا بنجيب ما يطلق عليه فيرست بارتي ديتا. انا بجيب الداتا من مصدرها الرئيسي، الا وهو مين؟ المستهلك. فانا ما بروحش للتاجر اقول له انت بعت كام كيلو تفاح الشهر ده، لا، ده انا عارف مفروض في الماتيوريتي، يعني ان التفاح اللي باعه التاجر ده باعه للكود اكس وواي وزي، فانا عارف فعليا وصل عارف فين التفاح. لا ده مش كده كمان. ده انا عارف كام تفاح الاحمر اتباع قد ايه، التفاح الاصفر قد ايه، التفاح الاخضر قد ايه، انا بوصل لمستوى الصنف ذات نفسه. فدي التقارير والابحاث السوق اللي احنا بنعملها دي بتبقى مفيده جدا للشركات والبراندز، الاتجاه النهارده رايح لفين في جميع المجالات بقى. فدي الاستفاده الاساسيه بالنسبه لي، ان احنا بندي دايركشن للشركات دي في حصتها السوقيه. طبعا الوصول لبيانات اكثر دقه يحتاج لتعاون اكثر وعدد مستخدمين اكبر. تمام. عشان كده عايز اسال حضرتك عن فريقك، يعني فريقك قوامه شباب ومطورين وكمان ناس بتشتغل في الابحاث التسويقيه. احكي لي عن فريق ديسكو. احنا قوام الشركه عندنا النهارده توداي، احنا عندنا حوالي 55 ديفلوبر. الموضوع كبير. موضوع كبير احنا بنشتغل فيه ده. في ادارات مختلفه بقى، في اداره التحليل، في حاجه اسمها داتا ساينس، لان هو الفكره برضو في موضوع الداتا ده انك ممكن في حاجه اسمها ديسكريبتيف اناليتكس وبريدكتيف اناليتكس. يعني ايه ديسكريبتيف ده؟ ان انا عرفت ان الكود، مش هقول دينا، ده بيحب الانواع دي. فده اللي حاصل في الماضي. في بقى علم اسمه الداتا ساينس، تمام، ده يقول بقى من تكرار الحدث ده غالبا الكود ده هيشتري لبن خالي الدسم يوم الجمعه الساعه 6 الظهر ولا العصر من المنطقه الفلانيه. فبتبتدي بقى ايه تعملي بريدكشن. ده البريدكشن ان السوق مثلا هيروح في الفتره اللي جايه للحاجات اللو كارب مثلا. تمام. فده اللي احنا بنعمله. فاحنا عندنا بقى ادارات مختلفه في الشركه، ناس بيشتغلوا في حاجه اسمها الباك اند والفرونت اند والديتا اناليتكس والالجوريزمز المختلفه دي بشكل كبير في المشاريع اللي احنا بنحكي لحضرتك عليها. انا بشكرك حقيقي باشمهندس ياسر على انك شرحت لنا وخدتنا في رحله كده جميله مع سلوكيات المستهلكين، واعتقد ان هي بس محتاجه مننا شويه تعاون في اننا التكنولوجيا تبقى صديقه، يعني ما نبقاش مخضوضين قوي من كل تعامل مع حاجه فيها تكنولوجيا. يعني لا، التكنولوجي وسيله تخلي حياتنا اسهل وليست اصعب. انا اكتر حاجه عجبتني ان هو هيقول لي صرفتي كام. تمام. انا اشتريت. تمام، يلا بينا. ميرسي جدا يا باشمهندس، بشكرك لانه ليكي. حقيقي واحد من الناس اللي بتعمل شغل عالي. شكرا. هنفضل دايما ندور ورا كل الناس اللي بتعمل في كل المجالات شغل عالي.